11 جي ده اخر اصدار من اصدارات قواعد بيانات الاوراكل، وكان قبله 10 جي، وكان موجود ال 9 اي من قبلهم. وهنعرف لما ان شاء الله كده نيجي مع بعض نبتدي بقى ندرس الاوراكل واحده واحده، هنبتدي نعرف مع بعض ايه هو اللي احنا او ايه هي الاصدارات اللي خاصه بالاوراكل داتابيز بتاعتي. طيب نكمل الكلام بتاعنا ونشوف مع بعض. انا ليه يعني انا شفت جامعة اوريكال وانها بتدي شهادات طب وايه يعني، طب ما كل الناس بتدي شهادات. لا، احنا لازم نعرف احنا ايه فايدة ان انا ابقى راجل سيرتيفايد في اوريكال. يعني ان شاء الله كده باذن الله نمشي مع بعض في الكورس واحدة واحدة ان شاء الله، في خطة كده جميلة هنعملها ان شاء الله بعد ما نخلص كل تراك زي ما هنتكلم دلوقتي، او نخلص كل كورس من الكورسز اللي علينا زي ما هنتكلم عنها كمان شوية، وهنساعد فيها بعض يعني هساعدكم فيها باذن الله كده بعون الله ان شاء الله ان انتوا تخشوا الامتحانات وتعدوها بسهولة ويسر. طبعا يا جماعة احنا عارفين دلوقتي ان سوق العمل بقى محتاج جدا للناس بتوع، او سوق العمل محتاج للناس بتوع الاوريكل، بس محتاج اكتر مش للي يمكن يكون بعضكم يقول ايه الخبرة اكتر، هو السوق محتاج لناس خبرة اكتر، لا ومحتاج كمان لناس سيرتيفايد. ليه سيرتيفايد؟ معنى كلمة سيرتيفايد ان انت راجل مؤهل ان انت تتعامل مع التولز بتاع الاوريكل بنوع من البروفيشناليتي كده شوية، لكن مش ان انت تبقى مجرد راجل واخد خبرة حافظ كلمتين في حتة في الاوريكل وجاي ان انت تنفذهم قدامي خلاص. هل معنى كده ان الخبرة مش محتاجينها؟ لا طبعا، مين اللي قال كده؟ محتاجين الخبرة كويس جدا جدا، لكن هل ان انت يبقى عندك خبرة من غير ما يكون عندك العلم الاساسي، ولا يكون عندك العلم وتثقله بخبراتك وباستخداماتك للتولز دي فيبقى عندك الخبرة؟ اكيد طبعا هتبقى محتاج ان انت راجل تبقى معاك العلم الاساسي اللي بتقدمه اوريكل، وبعد كده تقدر تنطلق منه وتوصل للخبرة اللي انت محتاج توصل لها. ودي اللي الشركات بقت بتعمله دلوقتي. يعني انا مثلا ممكن اخد واحد خد الاوريكل في كورس عادي كده واتعلمه، ولا اخد واحد معاه الشهاده بتاعه اوريكل؟ لا طبعا، ياخد الواحد اللي معاه الشهاده بتاعه اوريكل، لان الراجل ده ذاكر وقرا وفهم كويس يعني ايه اوريكل، عارف ازاي في الكورس ان هو يستخدم التولز ديت، واوريكل بتعترف ان الراجل ده بقى كويس جدا. هتقول لي طب ما الناس كلها بتاخد شهادات والتست كينج بيمشي كل حاجه والكلام ده، هقول لك حاجه، انجح بالتست كينج وروح اشتغل. يعني اكيد هتقعد في الانترفيو يا دوبك حافظ التست كينج، وهتسمع لك كلمتين محترمين من الراجل اللي عامل لك انترفيو. اللي عايز يدرس شيء يدرسه صح. كون ان انت تراجع من التست كينج شويه كمراجعه مش كاعتماد ان انت تاخد شهاده، شيء طبيعي ان كلنا بنبقى محتاجين نبص على شويه اسئله قبل. انا شخصيا بصيت على التست كينج، بس بصيت وانا فاهم كويس يعني ايه اوريكا، فاهم كويس يعني ايه الماده اللي في ايدي اللي انا بذاكرها، فاهم يعني ايه التولز اللي في ايدي، لكن انا مش دخلت احفظ التست كينج. ما انا وقت ما اروح اعمل انترفيو عند حد هيكتشف ان انا رجل التست كينج ولا رجل الدراسه، اكيد هتفرق كتير طبعا. اذا كمان السوق احنا شايفين ان هو محتاجين لناس او سي بيز كتير. ثانيا طبعا حدث ولا حرج على مرتبات الناس بتاعت اوريكا الاوسي، وبالذات اللي واخدين شهاده الاو سي بي بتاعتهم، بيدفعوا مبالغ كويسه ومرتبات ممتازه جدا جدا على الناس اللي هم واخدين الكورس ومش حاصلين على الشهاده. فاذا احنا بنطمح نهايه الكورس ده ان احنا نبقى مستعدين نخش ناخد شهاده اوريكال، وان احنا نبقى ناس او سي بي علشان نقدر بالشهاده بتاعتنا. يعني ابقى كذاب لو قلت لك ان انت بالشهاده بتاعتك هتشتغل. الله، يعني كمان الشهادة ملهاش فايدة؟ لا طبعا، اكيد الشهادة ليها فايدة. طب امال ايه فايدتها؟ تفتح لك الابواب امام العمل. يعني لو انت قاعد واحد جنبيك معاه معهوش الشهادة وداخل الاتنين يختبره، يعني يقول له ايه ماشي الراجل اللي معهوش الشهادة، اديني الراجل بتاع الشهادة ده كده اشوف هو يتعلم ايه في الاوريكل، بتبقى ليك الاولوية. في حاجة تانية بتحترم، لان انت واضح ان انت راجل سعيد كويس، ان انت مش ان انت تتعلم التولز وبس، لا ان انت كمان تبقى راجل معترف بيك من اوريكل ان انت راجل بروفيشنال في الحاجه اللي انت بتستخدمها، فبتفتح لك الابواب. يعني بدل ما المدير كده يبقى مش عايز يقابلك ومن بره بره يقول لهم نبقى نتصل بيه بعدين زي ما بيعملوا كده ماشي فلا، يفتح لك الباب ويبتدي يقعد يتكلم معاك وانت وشطارتك. يعني ايه انت وشطارتك؟ يعني اذا كنت انسان فاهم كويس التولز اللي في ايدك، بتعرف تستخدمها كويس واثقلت ده بالعلم، هتبان. اذا كنت انت راجل مجرد رجل التست كينج زي ما بنقول، هتبان.
وفي كلا الحالتين هيبانوا يعني، فما تقلقش من الموضوع ده. اذا احنا اللي يهمنا في الكورس ده مش ان احنا نحصل على الشهادة على قد ما يهمنا ان احنا نفهم يعني ايه اوريكل، يعني ايه الادوات بتاعت اوريكل، ازاي نستخدمها كويس قوي، نتعرض لشوية مواقف كده نشوف من خلالها احنا هنتعامل معاها ازاي، وازاي هنقدر نحل المشكلة اللي قدامنا، وازاي ان احنا نقدر نتعامل مع الكودز او لغة السيكوال اللي احنا هنتعامل معاها ان شاء الله. طيب اوريكل سيرتيفيكيشنز او السيرتيفيكيشنز اللي بتمنحها اوريكل، سواء في احنا عندنا في اوريكل 3 تراكس اساسيه موجوده، تراك الديزايننج او الديزاينر، اوريكل سي او اوريكل سيرتيفايد بروفيشنال ديزاينر، عندي تراك تاني اوريكل داتا بيز او اوريكل اوريكل سيرتيفايد بروفيشنال ديفلوبر، وبعد كده اوريكل سيرتيفايد بروفيشنال ادمنستريتور. دول الثلاث تراكات، يبقى عندنا تراك الديزاينر، تراك الديفلوبر، تراك الادمنستريتور. انت في البداية لما بتيجي تدرس تراك الديفلوبر، وده بقى اللي احنا هنتكلم عليه لان هو ده التراك الخاص بينا، بتدرس اول كورس فيه وهو اسمه سيكوال او الانترودكشن تو اوريكل، ان شاء الله الاصدار اللي هنشتغل عليه اسمه 10G، او اللي هنبتدي نشرح عليه هو ال 10G، ويبقى ال 10G سيكوال انترودكشن تو سيكوال 10G، وهنعرف مع بعض ازاي نستخدم السيكوال داخل قواعد بيانات الاوريكل. وقلنا ان دي اللغه الاساسيه اللي قامت عليها قواعد البيانات، سواء الماي سيكوال سيرفر الخاص بمايكروسوفت او ماي سيكوال او البوست جري سيكوال او الاوريكل عندنا او الدي بي 2، دي اللغه الاساسيه ودي لغه عامه جدا جنرال، هنبتدي نعرف ايه هو السيكوال واللي بتشترك فيه مع كل قواعد البيانات اللي موجوده عندنا. وانت بمجرد ما بتخلص الكورس الاولاني اللي اسمه اللي هو الخاص بالسيكوال وبتمتحن ان شاء الله باذن الله، بتمتحن امتحان رقمه IZ0 دبل 07 او دبل 07 زي ما بيقولوا، وبتحصل مجرد على ريبورت ان انت عديت المرحله الاولانيه. والتراك اللي خاص بالسيكوال ده تراك مشترك او ده الكورس ده مشترك ما بين 3 تراكس، الديزاينر والديفلوبر والادمنستريتور، يعني كلهم بياخدوا نفس الكورس الخاص بالانترودكشن تو سيكوال. بعد كده احنا as a developers هتخش على تراك تاني خاص بالبروجرام يونتس او البي ال سيكوال زي ما هو يعني مشهور بالاسم ده يمكن اكتر شويه، البي ال سيكوال اند بروجرام يونتس، وده بمجرد ما بتعدي الامتحان دوت اللي رقمه IZO 147 بتحصل على شهاده اسمها OCE او Oracle Certified Associate، بتبقى رجل اسوشيت بمجرد ما ان انت بتخلص ايه التو كورسز دول. بعد ما ربنا بيكرمك ان شاء الله بتبقى او سي اي وبتوصلك شهاده ان انت بقيت راجل او سي اي، بتشوف التراك رقم 3 اللي هو بيلد انترنت ابلكيشن او الاوريكل ديفلوبر بيلد انترنت ابلكيشن، وده التراك الاخير اللي خاص بينا من الثلاثه، سوري ده الكورس الاخير من ضمن الثري كورسز اللي احنا هندرسهم عندنا. شفنا السيكوال، شفنا البي ال سيكوال اند بروجرام يونتس، وبعد كده التراك الخاص بالبيلد انترنت ابلكيشن وازاي ان احنا نقدر نعمل ابلكيشن بيترن على صفحات الويب. بتحصل على شهاده مجرد ما تخلص الامتحان التالت دوت اللي هو IZ0141، بتحصل على شهاده الاو سي بي وبتبقى راجل اوريكال سيرتيفايد بروفيشنال، وان شاء الله ده هدفنا الاساسي لما نخلص الكورس بتاعنا باذن الله. في شهاده